أنا أمي الأسير سلامة عبد الجواد، المعتقل هالأيام حاليا عند أجهزة الأمن الوقائي. اعتقل سلامة ابني 4 مرات، أول مرة 16 شهر، ثاني مرة 17، وثالث مرة برضو 18، بعدين إداري كرروا له إياه 3 مرات. غلط هذا اللي بتعمله السلطة في أولاد، يعني شعب واحد وديننا واحد وفلسطينيين. إحنا هدفنا إنه نحرر الأقصى مثلا والقدس وفلسطين كلها. طب السلطة ليه هيك بتكافئ مثلا الوطنيين والشرفاء يعني هالشباب اللي بترفع الراس؟ انا ابني انا بفتخر فيه وبرفع راسي فيه دائما. يعني كيف بروح يعتقلوه بمكان عمله، يعني كيف بطريقة وحشية، يعني بيسلطوا عليه البواريد وبخلوه بيرفعوا له مثلا ايديه من وراء بيربطوا له اياهم. يعني هذيك المرة من مكان عمله إيه كنت قاعد انا بستنى، جاء ابني وقال لي انه يعني هي اخوي اخذوه جهاز الوقائي. لما طلع قال لي يما بفكرهم انا قوات خاصه، يعني بهالطريقه الوحشيه اللي بتعمل. طب ليش من دون، يعني ليه ابني يعني شو عامل؟ يعني انسان شريف وطني بحب وطنه، شو عامل؟ اجاني خبر انه اعتقلوا الاجهزه الامن الوقائي. انا كنت يعني طابخه وبستنى ابني نتغدى انا وياه ومرته. لو اجى اخوه قال لي يما هي انه يعني اخذوا سلوم واخذوا السياره تاعي. لانه وحيات الله انه حسيت حالي بدي ادوخه اوقع. طب ليه ابني شو عامل؟ كل فتره هم مخدينه. طب شو عمل؟ بحسبوه على إشي انه اليهود حسبوه عليه وخلصت راحه. طب ليه؟ رسالتي للسلطه والأجهزة الأمنية إنها توقف الاعتقالات السياسية عن هالشباب وعن ابني. وأنا يعني بدي ابني وأنا بحملهم المسؤولية الكاملة على حياة ابني. إذا مسوا لا سمح الله أي شيء هم المسؤولين عنه.